هاي يا بنات، ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بألف خير. لو دي اول مرة بتشوفوني، اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة. النهاردة يا بنات الفيديو بتاعنا هيبقى ريفيو عن المنتجات اللي جربتها في الفترة الاخيرة، فلو مهتمين كملوا الفيديو للاخر. اول منتج يا بنات هكلمكم عنه هو غسول البشرة، ده من ديرمو فيفا، كنت كلمتكم عنه سريعا في فيديو تجهيزات العيد، فحابة ان انا اكلمكم عنه بالتفصيل. الغسول ده شفت ريفيوهات حلوة عنه كتير قوي وحبيت ان انا اجربه، فاشتريت اللي هو المناسب للبشرة الدهنية للونه اخضر، مكتوب عليه ان هو بشجرة الشاي والليمون الاخضر وبذور العنب، وسعره تقريبا كان في حدود 27 جنيه. اللي عندي ده الحجم الكبير واشتريته من صيدلية، فانا كنت بستخدمه في الفترة الاخيرة، فحبيت ان انا اعمل لكم ريفيو عنه بعد ما استخدمته كتير قوي. زي ما قلت لكم النوع اللي معايا ده للبشرة الدهنية. عايزة اقول لكم ان انا بغسل بيه بشرتي تقريبا مرة في اليوم او مرتين، مش بينشف البشرة خالص، بالعكس بحس ان هو ناعم ولطيف على البشرة، مش زي باقي انواع الغسول اللي هي للبشرة الدهنية بتنشف البشرة جدا وبتحتاج ان انتي ترطبي جامد بعدها، لكن ده لا خالص، مش بينشف البشرة، بشرتك بتبقى نظيفة قوي وفي نفس الوقت مش ناشفة، فالنتيجة بتاعته عجبتني جدا. تاني منتج هكلمكم عنه هو الغسول ده من باي فاز، ده غسول بالحليب وفيه فيتامينز كتير للبشرة، فانا جربته برضو حابة اكلمكم عنه. الغسول ده يا بنات كريمي جدا جدا، انتي وبتستخدميه تحس ان انتي بتحطي كريم على بشرتك مش غسول خالص. المفروض ان هو مناسب لجميع انواع البشرة، فانا بستخدمه في ازالة الميك اب، بحط كمية منه صغيرة على القطن بتاع البشرة وببدأ ان انا امسح بشرتي، بتلاقي بشرتك بقت نظيفة وكل الميك اب طلع، فهو حلو قوي في ازالة الميك اب. لكن ان انا استخدمه كغسول محبتهوش خالص، خصوصا ان انا بشرتي دهنية وانواع الغسول الكريمي مش بتبقى حلوة مع البشرة الدهنية. ممكن لو بشرتك جافة يبقى مناسب معاكي، لان البشرة الجافة بتبقى محتاجة نسبة ترطيب عالية جدا، فممكن يبقى مناسب معاكي، لكن لو انتي بشرتك دهنية زيي فمش هيبقى حلو معاكي خالص في ان انتي تستخدميه كغسول يومي. زي ما قلتلكوا ان انا بستخدمه كمزيل للميك اب، لانه كغسول يومي للبشرة الدهنية مش حلو خالص، هو كمزيل ميك اب بصراحة حلو قوي، فانا بستخدمه لبشرة الوجه وبستخدمه برضو للعيون، ان انا اشيل بيه ميك اب العيون بيبقى برضو حلو. كمان حجمه كبير جدا 500 ملي، يعني هيقعد معاكي فترة كويسة، وممكن تلاقيه في الصيدليات الكبيرة. بعد كده يا بنات هكلمكم عن مجموعة الفيف لتغذية الشعر. اول حاجة الشامبو، الشامبو بزيت الجوجوبا، زيت الجوجوبا ليه فوائد كتير جدا للشعر، اما ان هو بيرطب الشعر وبيخلي الشعر ناعم، فالشامبو ده حلو قوي لو انتي شعرك جاف، فهو بيرطب الشعر وبيخلي الشعر طري وناعم، فعجبني جدا. كمان ريحة منتجات الفيف اصلا جميلة قوي، فالشامبو ريحته جميلة وريحته بتقعد في الشعر شوية، فعجبني قوي وبينظف الشعر برضو كويس جدا. بعد كده البلسم، البلسم برضو حلو جدا وبيطري الشعر جدا، هما الاثنين مع بعض بيخلوا الشعر طري وناعم، فهما مناسبين جدا لو انتي شعرك جاف او شعرك هايش، فالمجموعة دي حلوة قوي وبيقعدوا فترة طويلة. الشامبو حجمه 400 ملي والبلسم حجمه 200 ملي، فحجمهم كويس جدا، وزي ما قلتلكوا النتيجة بتاعتهم حلوة قوي. بعد كده يا بنات هكلمكم عن الكريم ده من نيفيا سوفت، كنت كلمتكم عنه في فيديو مشترياتي، قلتلكم ان انا هجربه واقولكم رأيي فيه. انا جربته كذا مرة في الفترة الاخيرة يعني، فحبيت اكلمكم عنه. اول حاجة ده لاين جديد فيه 3 انواع من كريم نيفيا سوفت، واحد لونه بينك واحد لونه اصفر وده اللي لونه اخضر. المفروض ان هما مناسبين لبشرة الوجه والايدين والجسم. انا اشتريت اللي هو بالنعناع البارد اللي هو اللون الاخضر، لان ده تقريبا مناسب للبشرة الدهنية، فاشتريت الحجم الكبير 100 ملي، تقريبا سعره كان 27 جنيه، وهتلاقيه موجود في اي صيدلية. فانا جربته للأسف على بشرة الوجه والنتيجة بتاعته كانت مش حلوة، عمل لي حبوب كتير جدا في بشرتي،
ولقيت ان هو مش مناسب خالص لبشرة الوجه زي ما هما كاتبين، او زي ما سمعت ناس كتير قالت ان هو مناسب لبشرة الوجه. لا، هو مش مناسب لبشرة الوجه خالص، لانه بيعمل حبوب، كمان الريحة بتاعته قوية شوية. اللون الاخضر المفروض ان هو بالنعناع البارد، بس عايزة اقولكوا ان ريحته اكتر ريحة ليمون مش ريحة نعناع، وريحة بتاعته قوية. لو انتي حابة تشتريه وتجربيه اشتريه واستخدميه على بشرة الايدين او على بشرة الجسم، لكن ما تقربوش من بشرة الوجه خالص لانه هيعملك حبوب. فانا وقفته على طول زي ما قلتلكو، وبطلت استخدمه لبشرة الوجه، وبقيت بستخدمه على بشرة الجسم. كمان الريحة بتاعت اللون الاخضر مش لطيفة قوي زي ما قلتلكو، الريحة بتاعته تحسوا ان هي اكتر ريحة ليمون، فالريحة حتى بتاعته مش حلوة ان انتي تستخدميها على بشرة جسمك، فما حبيتهوش خالص. بعد كده هكلمكم عن اللوشن ده من فازلين. هو حلو قوي والنتيجة بتاعته جميلة جدا، ومتهيألي ان ده اكتر لوشن مناسب ان انتي تستخدميه في الصيف، لانه حرفيا بشرتك بتمتصه بسهولة جدا ومش بيقعد على بشرتك خالص، وبيسيب البشرة ناشفة او جافة، يعني مش عليها اي زيوت، مش عليها اي كريمات او تلزيق او الحاجات دي خالص، بشرتك بتمتصه بمنتهى السهولة في اول دقيقة بس، ما بيقعدش اصلا على البشرة. فهو حلو جدا وخفيف ومناسب جدا لفصل الصيف. كمان بيرطب البشرة حلو قوي، الترطيب بتاعه برضو كويس، فعجبني جدا. كمان حجمه كبير قوي، 400 ملي، فهو بيقعد فترة طويلة اصلا معاكي. وسعره ما كانش غالي، تقريبا كان في حدود 110 او 120 بكتير. اخر حاجه هكلمكم عنها وهي الليب كير دي من بيز لاين، جربتها برضو والنتيجه بتاعتها عجبتني قوي قوي، بترطب الشفايف حلو جدا، والترطيب بتاعها قوي، فهي حلوه جدا. اللون اللي معايا ده اللون الاصفر، تقريبا ملهاش لون، مش بتدي لون خالص على الشفايف. ممكن الالوان التانية تبقى بتدي لون، لو لون احمر مثلا او بينك، بس انا اللون الاصفر ده مش بيدي معايا اي لون. وسعرها تقريبا كان 85 او 95، وهتلاقوها موجودة في اي صيدلية. وبكده يا بنات يكون الفيديو بتاعنا خلص، يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتركوا في قناتي علشان يوصلكم كل فيديوهاتي الجديدة.